انا عارف ان انا اتاخرت في تنزيل الفيديو ده، ودي مراجعتي الكامله بعد فتره من استخدام افضل 3 ساعات او 4 ساعات شبيهه للابل ووتش. وطبعا في ساعه من الساعات دي هنبدا ان احنا نطلعها، بحيث انها ساعه كانت ساعه قديمه جدا. هي الساعه ده تطلع بره المنافسه او بره التجربه نهائيا. هي كانت ساعه كويسه، بس هي نزلت في الفتره الاولانيه من بدايه الساعات، فخلاص بالنسبه ليا لو هتتعرض ب 100 جنيه مش هشتريها نهائيا. يعني ممكن لو ب 100 جنيه ممكن اشتريها، غير كده لا صعب. اول حاجه معانا الاكس 8 الترا بلس، ده افضل تقليد للابل 8 الترا. وعندنا التي 55 بلس تقليد سيريس 6، وعندنا الواي 30. هي مش تقليد للابل واتش، بس هي كساعه هي ساعه ممتازه جدا، وهنتكلم في كذا نقطه تخص الساعات دي. مبدئيا كل ساعه من الساعات دي نزل لها مراجعه كامله بالتفصيل بفتح صندوق، يعني كل ساعه من الساعات دي نزل لها فتح صندوق لوحده، ونزل لها مراجعة كاملة، ونزل لها مراجعة تقريبا جزئية. يعني كل ساعة من الساعات دي انا يعني مظبطها لك، يعني بطل عليها قوي، بس حبيت ان انا اجمعك ساعات دي في فيديو واحد، بحيث لو انت عايز تخش تختار ساعة من ساعات في كذا ساعة في دماغك، او حتى لو ما كانش في ساعة في دماغك بس انت حابب تبص على الساعات السمارت ايه اخبارها، فدي تجربتي الكاملة بعد فترة من الاستخدام. هسيب مثلا الواي 30 دي ليها حوالي سنتين معايا، دي 55 بلس تقريبا سنة سنة ونص. الاكس 8 الترا بلس هي تقريبا ليها برضك حوالي شهر شهر وشويه معايا. فدي تجربتي الكامله لافضل وارخص ساعات تقليد الابل واتش. انا عارف ان انا رغيت كتير في المقدم، فبسم الله خلينا نبدا بس باول ساعه من وجهه نظري انا حابب ابدا بيها، هي الاكس 8 الترا بلس، بحيث انها احدث ساعه موجوده حاليا. فخلينا نبدا بفتح صندوق استعراض محتوى البوكس اللي معانا. خلينا بقى نفتح الكاميرا الثانيه بتاعتنا وناخد التجربه الكامله. خلينا كده بسم الله. ده كده شكل البوكس من قدام للاكس 8 الترا بلس. بتلاقي اسم الابليكيشن، وبتلاقي البراند بتاع الساعة نفسها، رب تكون باينة كده معاك. ده كده بالنسبة للبوكس بتاع الشكل الامامي. ده كده الشكل الخلفي للساعة بتاعتنا، زي ان هو بيقول لك الكيو ار، زي بيقول لك انها مقاس 49 ملي. ده كان بالنسبة ل شكل البوكس من قدام ورا. دي حاجات كده احنا متعرفين عليها ولازم في اي فيديو احنا بنقول عليه. هنتكلم بقى ايه محتويات البوكس اللي معانا اللي بتيجي مع الاكس 8 الترا بلس. فبسم الله اول حاجه هي دليل الاستخدام. ده كده الشكل دليل الاستخدام، هو حاجه كبيره جدا يعني، بص حاجه تنين ما شاء الله، يعني شاف ايه كل ده، شغلانه كبيره. ده جاي بالنسبه بقى لدليل الاستخدام اللي غالبا مفيش حد بيبص عليه. ونتكلم بقى على الشحن، عشان الشحن ده حوار، وحوار جامد قوي كمان. مبدئيا ده كده شكل الشحن، هو وايرلس والقاعده بتاعته كويسه جدا، وتثبيت الساعه عليه هو تثبيت فعلا ممتاز. ده كده الشكل قاعده الشحن، وطبعا بيجي بوصله يو اس بي اي، ربكم كده باينه معاهم دي وصله يو اس بي اي. ده كان بالنسبه بقى لي خمس. ايوه يا ولد، تجربة ان انت تصور بكاميرتين ده يعني لسه جديد عليا، يعني الموضوع صعب حبتين. لكن بالنسبه لمحتويات الاكس 8 الترا بلس، انا حاسس ان الزاويه وصلت بقت حاجه كده غلط. مبدئيا ده الاستراب اللي بيجي مع الاكس 8 الترا بلس، بس انا حاطه للساعه بتاعتنا التانيه بحيث ان الاستراب ده. وهي دي بقى الاكس 8 الترا بلس، افضل تقليد وحاجه كده روقان. فخلينا نبص بقى على الساعة بتاعتنا. مبدئيا الصوت اللي بيطلع ده لازم بحب ان انتوا ايه تبقوا معايا كده، انت فاهم، تبقوا متابعين والدنيا تبقى جميل. الصوت اللي بيطلع ده بتاع الحدث، الحدث سيئة جدا بأمانة يعني. فخلينا نرجع كده ونبص بقى على الساعة. ده كده شكل الساعة من الواجهة الأمامية، ده كده الظهر من ورا حاجة، والتقفيل فعلا ممتاز. انت لو شفت التقفيل كده تقفيل روقان بأمانة، بس انها تعمل أي فوكس، تقفيل كده ممتاز ممتاز. طبعا عندك بقى الزرار الاورنج ده، رب كاين بقى عندكم الزرار الاورنج ده، ده اللي انت من خلال الزرار ده بتقدر تجهز مهمة معينة ان الساعة تعملها. وطبعا هي الساعة ممتازة في النقطة دي، كل ما تدوس على الزرار ده بتختار مهمة اللي انت عايز تعملها، الموضوع بيبقى سهل جدا. لكن بالنسبة للزرار عندك طبعا هنا السكرول ده، ده طبعا السكرول ده شغال في فيدباك فعلا ممتاز، هو سكرول في نفس الوقت تقدر تدوس عليه ضغطة معينة بيبدأ يجيب لك القايمة بتاعتك. هو الزرار اللي جنب ده برضه بتقدر تقفل منه الشاشة أو تفتحها. فبالنسبة لنقطة التقفيل هي نقطة ممتازة ممتازة ممتازة، حاجة كده روقان.
ايوه سمعت الصوت ده؟ ايوه ده صوت القفل بتاع الكاميرا. مش هنبدأ بقى نشغل الاثنين مع بعض يعني. ففوق معايا الله يستر عليك، زي ما اتكلم التصميم الامام والتصميم الخلف وتقفيل الساعه، الساعه ممتازه. اماكن بقى بص، انا عايزك تبص كده على اماكن السماعات، ربكم باين كده عندكم اماكن السماعات والفتحات بتاعت السماعات، هي ممتازه بالملي، حاجه كده روعه. الاصدار اللي قبله كان الاكس 8 الترا، كان اكس 8 بس، اكس 8 بس ده كان تقفيل سيء جدا، ما كانش احسن حاجه مقارنه الاكس 8 الترا بلس، هو اسمها طويل يعني، بس هو فعلا كان تقفله حاجه كده روعه. انا عارف الفيديو كده هيطول معانا، فخلينا نحط الاكس 8 الترا بلس على جنب، وهي فعلا ساعه ممتازه. سعر الساعه دي كام؟ سعرها حاليا بتروح ما بين 1000 ل 1100 1200. كان سعرها في الاول عالي، كان تقريبا حوالي 1800، بس هي بدات تنزل شويه بحيث ان في بدايل بدات تطلع. خلينا نرفع الكرسي كده، ايوه كده تمام. لكن بالنسبه للاكس 8 الترا بلس، ووجهه نظري هي افضل بديل حاليا لتقليد الابل الترا، ساعه روقان يعني. فخلينا بقى نتكلم بقى على الساعه اللي فضلت معاه فتره حلوين يعني، هي التي 55 بلس. من وجهه نظري هي ساعه ممتازه جدا تقليد للسيريس 6. خلينا بقى نبص بقى كده، ايوه نفتح كده، يا روقان صوت الشطر في حته تانيه، ايوه يلا. انا بقى بص بقى، نروح للكاميرا التانية بقى ونشوف شكل البوكس بتاعنا. ما بين ده كده شكل البوكس بتاع التي 55 بلس. وبالمناسبة هي نزل منها التي 55 والتي 55 بلس، الصوت بتاع الحادثة ده هيجنننا يا جدعان، اثبات الله يستر عليه. ده كده التي 55 بلس، ده كده شكل البوكس من قدام، ده كده شكله من ورا. وطبعا هتلاقي هنا في الجنب مكتوب لك سيريس 6، بحيث بقى يعرفك ان ايوه يا لهوي على صوت الشطر ده في حته تانية خالص، عشان يعرفك ان تي 55 بلس دي هي تقليد سيريس 6. اساس انا مش عارف، ما عرفتكش انا بقى، بس روقان. الساعه دي قعدت معايا تقريبا سنه وشويه، هي داخله تقريبا على سنتين وهي اتدشملت معايا، يبقى امانه اتدشملت، بس ساعه صامته 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 يعني، حاجه روقان. انا بحط بقى البوكس على جنب كده. اه بالنسبه ده دليل الاستخدام للتي 55 بلس، ده كان طالع في الكادر من صبحيه ربنا ومحدش قال لي، ده كده مش كلام. ده بالنسبه بقى لدليل الاستخدام. انا بتكلم بقى على الساعه بتاعتنا. اه هو انا سرقت الاستراب بتاع لقيت التقليد اللي لقيت الترا وحطيته للتي 55 بلس لسبب ان الاستراب بتاعها اتقطع، فدي بقى نقطه تحتسب لها بقى انها تقدر تغير لها استرابات، بس للاسف هي استرابات سيليكون. استرابات المعدن مش بتركب، ممكن تلاقي استراب معين هو اللي يركب معاه، بس استرابات اللي انا جربتها اللي انا كنت جايبها الاكس 8 الترا بلس ما اشتغلتش معاه، فاللي جبت لها هو السيركم بتاع الاكس 8 الترا بلس. ساعه ممتازه جدا، حجم الشاشه اصلا روقان يعني. بص حجم الشاشه طبعا هي ايه، تبدا تدي نور كده معاك، ده كده شكل الشاشه. طبعا هي ايه، هتحس ان القايمه بتاعتها شبه ابل شويه. ده كده الشكل الخلفي للساعة بتاعتي، حاسس إن أنا دخلت في الكادر أوي، هي تقفلها وكده. طبعا ده كده الشكل بتاع الظهر من ورا، تمام. عندك طبعا السكرول ده، تمام. عندك زرار تاني هنا تقدر تفتح وتقفل بيه الساعة نفسها. مبدئيا طبعا عايزين بس نتكلم قبل ما نقفل موضوع الإكس 8 ألترا بلس، هو عارف أنا قفلته، إن البطارية بتاعتها بطارية ممتازة، لا ممتازة 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 جدا كمان يعني، بطارية هتقعد معاك، عامل كونكت مش عامل كونكت، هي عايشه معاك. وعلى فكره طريقه الكونكت انا هنتكلم فيها فيديو ان شاء الله، انا عارف تقريبا الفيديو لسه ما نزلش، مش عارف ترتيب الفيديوهات هيبقى عامل ازاي، بس طريقه الكونكت في الاكس 8 الترا بلس هي بتبقى عن طريق طريقتين. او طريق اللي هو عادي بتفتح بلوتوث وبتعمل كونكت عادي بيظهر لك اشعارات وبتاع، بس في ابلكيشن تاني جوه الساعه نفسه، ده بيقدر بقى ان انت تعمل من خلالها اتصال او تستقبل المكالمات بتاعتها، فاهمني؟ ففي كده جو كده شغل عالي من الاخر. وحتى لو انت مشغل الطريقتين دي في طريقه الاتصال بالاكس 8 الترا بلس، هو هيعيش معاك البطاريه. وبالنسبه ليا 20% كسطوع لشاشه الاكس 8 الترا بلس هو سطوع كويس جدا، وحتى لو انت في الشمس انت شايف الساعه، ده مش هتشوفه في بعض الساعات التقليد للابل في العموم، مش هتشوف ان السطوع 20% هيقضي معاك. فما بالك بقى لو حطيتها 100% دي بقى هتعيش بقى، انت ممكن تنور بيها كشاف اصلا يعني، انت فاهم؟ ده كده بالنسبه للاكس 8 الترا بلس، عشان مش عايزين نرجع لها تاني، الفيديو طول كتير تنين. وان شاء الله بقى بص بقى في رفع الفيديو بقى على اليوتيوب، يا نهار ابيض رفع الفيديو على اليوتيوب ده حوار تاني، هيترقى ياخدني 3 سنين يعني. فنرجع بقى للتي 55 بلس،
كنظام وكأبليكيشن ممتاز، تقدر تغير صورك وصور اي حبوس في دماغك، ممكن تظبط صورك وتحطها على ابليكيشن. ابليكيشن رايق عليه مجموعة من الصور كستور كده خاص بالصور اللي انت تقدر تستخدمها، اللي بتبقى متوافقة رسميا مع الشاشة او الساعة بتاعتك. الصور اللي انت هتحطها بنفسك مش هتبقى احسن حاجة. يا رب ما تكونش المايك فصل عشان هنتسوح تسويحة بنت لذينة، يعني عشان هو عملها بجاية مع اللقطة دي. رجع تاني مكان، ارجع يا ابن الاسطورة عارف. ايوه، فبالنسبة لي الصور اللي انت هتركبها مش هتبقى متوافقة قوي كأحسن حاجة بالنسبة ان شكل الساعة بيطلع فوق الصورة بتاعتك، فانت لازم تبقى مظبط مقاسات الصورة اللي هتبقى متوافقة مع مقاسات الساعة بتاعتك. بس طبعا الصور اللي هي بتبقى جاهزة على الستور بتاع الساعة هي متوافقة بشكل جامد جدا، بتقدر تغير بقى من لون الصورة أو لون الساعة نفسها. أنا بالنسبة لي إن الساعة دي الساعة ممتازة، حتى لو حاطط كده صورة شابة تبقى باينة عندكم ولا لأ. فساعة ممتازة جدا، بطارية، صوت، طبعا هي فيها مايك، وغالبا المايك ممكن يكون اتقفل عشان جبت عليها لزق تقريبا اتقطعت وكان حوار كده، ده ممكن نحكيها في فيديو تاني أصلا. بالنسبة لي تي 55 بلس من أفضل الساعات التقليد لسيريس 6، واللي بيخليها هي إن أنا ممكن أشتريها في الوقت الحالي بدل الاكس 8 الترا روز، ان سعرها حاليا بتروح ما بين 350 لغايه 450 جنيه، ولو عرفت تجيب كود خاص هتبقى الساعه دي معاك روقان. بطاريه بكونكت او من غير كونكت هي بطاريه ممتازه وهتعيش معاك، اي حرفين هتعيش معاك. وعلى فكره وانت حاططها نسبه السطوع فيها بتبقى من 0 ل 5، غير معظم الساعات اللي هي بتبقى مثلا من 20 او من 10 ل 100% كنسبه السطوع. هي السطوع بالنسبه للتي 55 بلس فبيبدا من 0 لغايه 5، بالنسبه لي 5 كويس، بالنسبه لي 0 هو كويس جدا، مش احسن حاجه قوي بالنسبه لو انت في ضوء الشمس مش هتبقى قد كده، بس برضه هتبقى شايفها يعني مش هتبقى سيئه قوي. لكن بالنسبه للتي 55 بلس كتقفيل كماتيريال وخامات كابليكيشن كنظام كشكل الابل سير اس 6 هي ساعه فعلا ممتازه وشبيهه جدا، يمكن بس فكرة الحواف هي كبيرة حاجة بسيطة فالشاشة قليلة، بس هتتغاضى عنها بحيث نقطة السعر. كده كنا اتكلمنا على الـ X8 بلس الـ X8 الترا بلس والـ T55 بلس، ايه الاسماء الروقان دي؟ ترجع على الساعة اللي انا حبيتها كتير تنين هي الـ Y30. عايز ايه يا ابني وحياة امك ما تخش قطط كتيرة قوي، الله اكبر الله اكبر، 7 قطط في المكان هنتروش. الواي 30 هي ساعة ممتازة بس هي مش شبيهة لأبل، ودي نقدر نقول ميزة وعيب، بحيث شكلها من جوه هو قريب شوية كشكل الأيقونات والكلام ده كله، حاطط كده البوكس على جنب. هي دي بقى الواي 30. الفكرة بقى الأوبشن بقى والروقان فيها إن أنت تقدر تغير الاستراب بتاعها بأي استراب أنت عايزه. طب ما هتقولي طب ما أنا غادي، أنا لو غيرت الاستراب هيبقى اللي هو ال 20 مللي اللي هو مش شبه بتاع الأبل عادي، بس انت معاك شكل شبه الابل كايقونات من جوه، بس انا مش حابب ان انا الاستراب بتاعها هيبقى ابل عادي، انا حابب ان انا اغير اي استراب، بحيث ان معظم استرابات ابل بتبقى غالية او التقليد بتبقى غالية، يعني اقل سعر استراب تقريبا هيبقى 50 70 جنيه، اما بالنسبة للاسترابات دي غالبا بتبقى 25 30 جنيه حاجة زي كده. هو الفرق مش قوي، بس انا بالنسبة لي الساعة دي كساعة كلاسيك كده هي ساعة ممتازة، تقدر تغيرها اي استراب فهي روقان روقان. بطارية ممتازة، عامل كونكت مش عامل كونكت تقدر تتوضع. بالمناسبة معظم الساعات اللي احنا اتكلمنا خمسة هجيب لك الساعات التاني، التي 55 بلس الواي 30 الاكس 8 الترا بلس هي ساعات تعرف تتوضى بيها، بس يا ريت ما تغرقهاش يعني تتوضى ليها تبقى حنين. ده بالنسبة للتلات ساعات اللي معانا وانا كنت بتوضى بيهم بغباء. الاكس 8 الترا بلس لسه ما دخلتش في نقطة الغباء قوي بحيث انها لسه جديدة، فانا خايف عليها انت عارف الجو ده. اما الواي 30 فهي اتهلكت حرفيا معايا، وجت فتره هي من كتر ما انا شبه انا كنت هستحمى بيها فبدات تهنج شويه، بعدين الحمد لله رجعت كده اخدت شويه هوا ورجعت تشتغل بطريقه جامده جدا. ده كان بالنسبه بقى للاكس 8 الترا بلس الواي 30 والتي 55 بلس، احنا ما اتكلمناش على الشواحن، خلينا نرجع بقى للشواحن. انا عارف ان انا الفيديو مش احسن حاجه، ده الشاحن بتاع ال 55 بلس، طريقة ثباته على القاعدة دي الساعة مش أحسن حاجة من وجهة نظري حاليا، مش أحسن حاجة بس مش سيئة، يعني في ساعات تانية بتبقى أسوأ في ساعات بتبقى أحسن، بس بالنسبة لي القاعدة ما كانتش أحسن حاجة. بالنسبة للكلام برضك للشاحن والقاعدة بتاعت الواي 30،
بالنسبة ليا برضو طريقة الثبات مش أحسن حاجة، والسلك كان ناشف شوية فبيرفع القاعدة من تحت، وحاليا بدأ شبه يتقطع. فيعني ده بالنسبة اللي كنت لازم أتكلم عليها، القاعدة بتاعت كل حاجة أو الشحن بتاعه لكل ساعة كان أحسن قاعدة وأحسن شحن هو كان بتاع الـ X8 Ultra Plus، كان ممتاز ممتاز جدا معاه. ده كان بالنسبة لي الساعات لا صح، بالنسبة للساعات صح، بالنسبة للسماعات احنا عاملين فيديو روقان ان شاء الله هينزل قريب نجهز له، هو افضل تقليد للايربودز وافضل سماعات موجودة حاليا بريتوس تمام موجودة حاليا. ففي تجربة كده جامدة جدا، وشوية سماعات هتبقى روقان بقى، في حاجات بقى جيمنج وحاجات كلاسيك وحاجات كده روقان. فان شاء الله تتأكد ان انت متابعنا ومفعل زر الجرس عشان اول ما ينزل الفيديو انت اول واحد تشوفه. مبدئيا كده انا عارف ان احنا بنتاخر في تنزيل الفيديوهات على اليوتيوب، بحيث ان النت في ذمه اللي اصلا مفيش فيديوهات بتنزل، وغالبا انا ممكن اكون اتاخرت على الشغل بتاعي، بحيث ان الساعه دلوقتي 11 ونص و5، انا المفروض اكون هناك الساعه 12 روقان الروقان. فكده كنا وصلنا لاخر الفيديو، وهل انصحك بالسماعات دي؟ الساعه انا قلت سماعات كتير، هل انصحك بالساعات دي؟ يا باشا انصحك وش التي 55 بلس، لا الساعة دي انصحك بيها لو كان زمان، فهنخليها على جنب. دي 55 بلس، بسم الله يا ولد، اكس 8 الترا بلس والواي 30، من وجهة نظري ده افضل ساعات تقليد للابل ووتش، معاها طبعا الواي 30 ودي الافضل بعدها دي بعدين. بالنسبة للسعر عشان نختم موضوع السعر، دي كنت جايبها ب 1050، حاليا هتلاقيها ب 1030 1050، ده الاكس 8 الترا بلس. وخلي بالك عشان في اكس 8 بس، في اكس 8 الترا بلس دي 55 بلس حاليا في رينج 450 500، في منها تي 55 في تي 55 بلس، دي تي 55 بلس وركز عشان ده الاصدار الاحدث. الواي 30 من وجهة نظري هي ساعة كلاسيك كويسة جدا. لو وصلنا لاخر فيديو لكم سؤال سؤالنا في الكومنتات، سلام.